مساء الخير، هنتكلم النهاردة عن خلاف أم كلثوم مع عبد الحليم حافظ اللي حرم عبد الحليم إنه يغني في حفلة الثورة لمدة 5 سنين. بعد ثورة 23 يوليو الجيش في الوقت ده كان بيعمل حفلة كل سنة وكان بيغني فيها أكبر فنانين مصر في الوقت ده، طبعا من ضمنهم كانت أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وعبد الحليم هو اللي كان دايما بيختم الحفلة. وطبعا الحفلة دي كان بيحضرها جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، الناس المهمين اللي في البلد. وفي حفلة 64 أصرت أم كلثوم إن هي تغني وصلتين من الغناء. دخل عبد الحليم ساعتها وقعد يقنعها، يقولها طب أغني ما بين الوصلتين، ما أنا لو فضلت قاعد للآخر كده الناس هتزهق وهتمشي. وهي كانت مصممة وراسها ألف سيف هتغني الوصلتين مع بعض. طبعا عبد الحليم اتعصب جدا وما كانش طايق نفسه، وفي نفس الوقت أم كلثوم خدت راحتها على الآخر وفضلت تغني وتغني وتغني، وخلصت الساعة 2:30 بالليل. طبعا عبد الحليم في الوقت ده كان على آخره، سكت؟ لا ما سكتش، طلع عبد الحليم على المسرح وقال كده كلمتين جننوا أم كلثوم. قال هو شرف إن الواحد يغني بعد أم كلثوم، بس أنا بصراحة مش عارف هو ده شرف ولا ده مقلب. مش غنى إنما كلمة بسيطة أرجو إنكم تسمعوها. طبعا منتهى الجرأة إن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفلة غنت فيها أم كلثوم. لكن وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم الأولاني واللحن بتاع عمري، لكن أنا معرفش يعني أستاذ عبد الوهاب وست أم كلثوم أصروا إن أنا أختم الحفلة، ده شرف كبير، معرفش هو شرف ولا مقلب، مش عارف. ويا ريته ما قال، ليه بس كده يا حليم؟ طبعا أم كلثوم عرفت في الوقت ده إن هو قال الكلمتين دول واتضايقت جدا وزعلت جدا منه، وقالت أنا لازم أدبه. فضلت ساكتة خالص لحد حفلة 65، وطلبت إن هي تشوف البروجرام بتاع الحفلة، مين اللي هيغني في الحفلة، وشافت كده اسم عبد الحليم موجود، راحت جايبة القلم وشطبت عليه وقالت لمنظم البروجرام ساعتها محدش هيغني بعدي. وفعلا ده اللي حصل، المشير عبد الحكيم عامر ساعتها قال بعد ما أم كلثوم تخلص وصلتها وتمشي يطلع عبد الحليم حافظ، لكن أم كلثوم غنت للصبح، وبعد ما الفرقة خلصت عزفت السلام الجمهوري، يعني يلا بقى وتصبحوا على خير. ناس كتيرة قوي حاولت تصلح بينهم، بس المحاولات كلها بقت للفشل. المشير عبد الحكيم عامر في الوقت ده طلب من عبد الحليم ان هو يعتذر لأم كلثوم، بس هو رفض جدا ومرضيش، واتدخل كمان الموسيقار عبد الوهاب وحاول ان هو يقنع عبد الحليم ان هو يصالحها، بس أم كلثوم رفضت. كل المحاولات بقت للفشل، بس هو بصراحة كان هيموت ويكلمها. لحد اما في يوم كده كان في حفلة واتقابلوا بالصدفة، راح عبد الحليم وميل على ايدين أم كلثوم وبسها، ردت عليه أم كلثوم وقالت انت عقلت ولا لسه؟ وده كان نهاية الخلاف ما بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.